رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على دربه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نفحات إيمانية. تكلمنا على جانب التآزر والتكافل بين المسلمين خاصة في زمن الشدة، ويحضرني هنا حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يمدح فيه واحد الناس، يمدح واحد القبيلة من القبائل العربية، هو ما ينتميش لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بالأفعال انتحى وبالمواقف انتحى صرح النبي صلى الله عليه وسلم باللي راه ولا ينتمي لها. وأي واحد يعمل العمل تاع القبيلة هذه، أي واحد يدير الفعل اللي دارته هذه القبيلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم منه وهو منها. يقول إن الأشعريين إذا أرملوا في الحرب أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما عندهم في رداء واحد، جمعوا ما عندهم في رداء واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم وهم مني، فأنا منهم وهم مني. شوف واش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر، قال أنا منهم وهم مني. الأشعريين أنا من بني هاشم، ولكن أنا مع هاد الأشعريين. علاش؟ على خاطر الخلق انتحم والسلوك انتحم والموقف انتحم في زمن الشدة، زمن الفقر، زمن الحرب، لما يعودوا عنده واحد هذا يجيب وش لي عنده، وهذاك يجيب طرف كسرة مثلا، وهذا يجيب زوج كيلو تاع بطاطا، وهذا يجيب شوية دقيق، وهذا يجيب شوية تمر، وهذا كذا، وهذا يجيب شوية طماطم، ويلموها في رداء واحد ويقسموها بين بعضهم، والناس كل تاكل والناس كل فرحانة في زمن الشدة. هذا هو موقف المسلمين. موش الإنسان اللي يجي يصطاد في الماء العاكر ويستغل الضعفاء ويغتني على ظهورهم ويطلع على كذا ويغشهم وإلى آخره ويستغل الضعف نتاعهم، هذا إنسان دنيء والعياذ بالله. عليه المحتكر ملعون، المحتكر عليه ملعون، لأنه حرم الناس من السلعة، واللي يجي يقول له ما كانش حتى تطلع هذيك السلعة وتغلى، ومن بعد يخرجها يبيعها حالا بالغلا، ولأنه أنت لازم تدي تروح تسلف الدراهم ولا تروح تسرق ولا تروح دير كذا باش تدي الحاجة تاكلها. على هذه المحتكر مجرم والعياذ بالله، وربي سبحانه وتعالى لعنه، يعني طرده من رحمة الله. علاش؟ على خطر استغل الضعفاء وما رحمش هذا الضعفاء وكذب عليهم وكدس السلعة إلى آخرهم الأمر. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، يجي واحد الوفد من مضر، قبيلة مضر، دخل إلى المدينة المنورة، شاف معاهم النبي صلى الله عليه وسلم لقاهم فقراء، ثياب تحم ممزقة، الحالة تحم يرثى لها، فتغير وجهه وتبدلت ملامحه صلى الله عليه وسلم، صلى بالناس وطلع على المنبر وقال لهم هاكم تشوفوا في هؤلاء الناس، من تصدق بصاع، من تصدق بتمرة، من تصدق، حتى قال وشق تمرة، من أتى بقماش، من أتى بكذا. فقال فجاء واحد من الأنصار جاب سرة معمرة بالدقيق ما قدرش حتى يهزها، قالوا زاد لحقوا الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار ومن المهاجرين، حتى قال راوي الحديث حتى رأيت تقريب جبلين كومين كبيرين من الثياب ومن الدقيق. وزع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذاك الطعام وهذاك الثياب، فتهلل وجهه وقال عليه الصلاة والسلام، شوفوا، قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هاي السنن الحميدة التي ينبغي أن ننشرها بين الناس. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، من الذين يخدمون غيرهم ويعينون غيرهم، من الناس الذين لا يغتنون على أكتاف وعلى حساب الضعفاء والفقراء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حماك ربي غاية رضاك، والقلب في يقين يحيا على هداك، ذو الجلال في علاه ما لنا سواه، هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه.